نشوف نتابع جاسم تركي يضرب محمود عادل حسين حاضر لويس يضرب كرة قوية خارج أرضية الملعب مع من عماد لويس داخل أرضية الملعب ينجح الباكس عبد الغفار جاسم يا سلام يا سلام ننتظر لمن الغلبة في هذه النصر هنا إرسال استقبال من حسين تعود يا سلام يا الحفاظ أم هو الحاضر للأهلاوية نشوف نتابع يضرب الكرة يوسف عبد الغفار علي سلطان يا سلام يا سلام الشباب هنا إرسال من محمود استقبال من يوسف حسين يا سلام حسين محمد المتابعة حاضرة من اللي يخلص هنا ناصر يضرب من جديد كرة سهلة ذكية هنا النجم الأول محمد عنان نشوف نتابع والخباز أولى ضربات الخباز في هذا البلغاري ننتظر نشوف يا سلام يا سلام يأتي الرد سريعا في الإرسال نشوف الضرب من ناصر إلى خارج هنا جاسم والضرب حاضر من مركز اثنين يضرب إلى خارج أرضية الملعب لكن نادي ثاني بعد المحرم من أحرز النجومية ربما عودة نصراوية لكن هنا فينو يخطأ وتعود كرة سهلة من ينهي يا سلام يا محمود ناصر في الإرسال استقبال من يوسف مركز ثلاثة يضرب كرة قوية الأهلاوية بامتياز هنا إرسال قوي من فينو إعداد من عيسى عباس يضرب كرة سهلة لويس وكرة تسقط ينهي شوط ينطلق استقبال حاضر تعود يا سلام وين وين يا جاسم ثلاثة اثنين عدا في كأس الاتحاد بثلاثية نظيفة نفتقد هذا الأداء والاستعراض والأهلي يلعب وحيدا على الأقل في الشوطين الأوليين ينطلق الإرسال من عماد وهو الآخر يخطأ إلى خارج أرضية الملعب الدفاع حاضر النصر ما يستسلم يضرب فينا لكن وين 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 حوائط صد قوية متواجدة في أرضية الملعب داري في التساؤل يا الأهلي هذا النصر هذا التاريخ هذا جاسم تركي يجلد أرضية الملعب طالف لوتر مباغت استقبال من محمود يا سلام يا عماد بالثقة العالية ينطلق الإرسال من الحاكي عود يا سلام هنا محمود يا سلام يا محمود النصر إرسال من الصيرفي يا سلام يا سلام إعداد ولا أروع هنا الإرسال من لويس إعداد حاضر نشوف علي سلطان يضرب أوه حوائط الصد الأهلاوية تهدي نتيجة النهائي الأول